بسم الله الرحمن الرحيم ده تسجيل وفيديو كلمات يونت 1 بارت 2 الجزء الثاني lessons 3 و 4 عندي اول كلمه although although في الانجليش خدناها كتير though و although, even though الثلاثه بيجوا معنا بالرغم من بجيب بعدهم سبجكت فاعل وفيرب وفعل جمله يعني لكن في اتنين تانيين برضو معناهم بالرغم من despite و spite of بالرغم من بجيب بعدهم ing او noun verb plus ing مثلا مثال although he is rich بالرغم ان هو غني he is unhappy هو مش سعيد ففين السبجكت بعد although هي اهو وفين الفيرب الفعل is اهو he is the subject the subject verb طيب لو عايز اجيب ing او noun هقول despite او in spite of being get being دي منين من is مفيش في الانجليش حاجة اسمها ising فبرجع is لمصدرها اسمه ايه be وبعد كده بحط ال جي تبقى being تبقى معناها بالرغم من كونه غني he is unhappy هو مش سعيد او ممكن اجيب النون يعني الناون الاسم من الصفة دي بدل ما اقول بالرغم من كونه غني اقول بالرغم من غناه يبقى in spite of his richness he unhappy هو ايه مش سعيد كلمة بعد كده عندي balance توازن او بتيجي بمعنى الرصيد في البنك ولا حاجة برضو اسمها balance في عندي بعد كده balanced balanced بالاي دي كده اهو تنطق تي معناها متوازن في عندي بعد كده بايس اللي هنا ده بيتكلم على ثلاث انواع من البايس في بايس باي اوميشن التحيز عن طريق الحذف تحيز في الاعلام او في الجرايد او في الصحف بايس باي اوميشن بايس باي بليسمنت بايس باي سبين تعال نشوفهم بسرعه عشان مهمين جدا 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 وبيجي عليهم اسئله كتير قوي اول نوع عندي بايس باي بليسمنت تحيز مكاني يعني تحيز مكاني عندي صفحه مثلا في جورنال صفحه رئيسيه خلاص المفروض مثلا في خبر مهم المفروض احطه هنا في اول آه سطر مثلا او عنوان رئيسي في الصفحه ولا حاجه اجي انا المؤلف حاسس ده مش مهم او مرميه فين في الصفحه التانية تحت خالص مثلا كده ولا حاجه ده اسمه بايس باي بليسمنت او مثلا خبر مثلا بالنسبه لي انا شايفه مثلا مهم فحط انا بقى في الصفحه الرئيسيه تلاقي مثلا اخبار كده تاخد صفحه عندنا او خد جوله في الصحافه الحلوه بتاعتنا شوف احدث اطلاله الفلانه ومش عارف ايه لهم حاطينها وعاملينها هيصه قوي وبتاع كلام فارغ يعني فهي بترجع على حسب ايه كل محرر او رئيس تحرير او جريده او توجهاتها فده اسمه تحيز مكاني ان انا احط خبر معين في مكان معين حسب ما انا شايفه ايه مهم ممكن يكون خبر مش مهم بس انا شايفه مهم خلاص ده كده اسمه بايس باي بليسمنت الحاجه الثانيه النوع الثاني بايس باي اوميشن التحيز بالاغفال او الحذف ان انا ليفنج اوت ليفنج اوت يعني ايه بترك بسيب سيرتن ستوريز قصص معينه بهملها او اخبار معينه او معلومه معينه بشيلها بهملها كده بغفلها دي اسمها بايس باي اوميشن بسيب بعض الفاكتس الحقائق او سيرتن انفورميشن معلومات معينه مثلا which doesn't agree with the writer's point of view مش متفقه مع وجهه نظر الكاتب طيب البايس باي سبين الاخير اللي هو التحيز بالاكتزاء او خداع المشاعر دوت، ده, ده خاص بالمشاعر يعني وكده ان انت تختار اكزامبلز اوف داتا او داتا يعني تختار بعض الامثله او البيانات بتدعم مثلا جانب اخر وما بتدعمش الجانب الاخر. الحاجه الثانيه بريزنتنج ان اوبينيون بتقدم راي از ا فاكت كحقيقه خلاص كمعلومه واهم حاجه اللي جايه ديت يوزنج ايموشنال بتستخدم لغه المشاعر بتلعب على العواطف خلاص تو persuade ذا ريدر عشان تقنع الايه القارئ خلاص فدول ثلاث انواع من التحيز بايس باي بليسمنت تحيز مكاني وفي بايس باي اوميشن تغفل معلومات او حقائق معينه حاجه ثالثه بايس باي سبين الاجتزاء وخدع المشاعر وقلنا اهم نقطه ان هي يوزنج ايموشنال لانجويج تستخدم لغه المشاعر في كسب تعاطف معاك مثلا حاجه وهكذا طيب عندك بعد كده في بايست انا بقى لو متحيز منحاز اسمه بايست بالاي دي كده تي برده عندنا بعد كده citizen journalism صحافه المواطن consequence عاقبه او نتيجه طب لو عايز اقول بالتالي او بناء على ذلك اسمها consequently مع في عندي بعد كده due to because of في برضه زي ما قلنا هنا although, زو even though في اثنين تانيين برضه بس معناهم بسبب او لأن كلمه اسمها ايه؟ because بتساوي كلمه اسمها since بتساوي كلمه اسمها as معناهم الثلاثه دول بيجوا بمعنى بسبب او لأن نفس الفكره برضه نفس الفكره ايه؟ ان هي بتدي سبب بس بيجي بعدها سبجكت وفيرب فاعل وفعل لان في اتنين تانيين اسمهم بيكوز اوف او ثلاثه ديو تو وفي owing to الثلاثه دول برضو معناهم بسبب كذا مثلا بيجي بعدهم فيرب plus ing جي او ناون نفس الافكار اللي قلناها فوق يا جماعه بس بدل ما معناهم بالرغم من بيكوز و as معناهم بسبب او لان بيجي بعدهم فاعل وفعل جمله أو because of due to owing to برضه بسبب بيجي بعضهم ING أو نو. عندي بعد كده inaccuracy, inaccuracy عدم الدقة. طب لو عايز أقول الدقة نفسها accuracy, accuracy أشيل الإن ديت. طيب بعد عندي بعد كده inaccurate, inaccurate غير دقيق من الدقة برضه. طب لو عايز أقول دقيق هشيل الإن وأخليها بس accurate اللي معناها دقيق. عندي بعد كده ليد هي كلمة ليد يقود أو يؤدي إلى لما احط المقطع اللي اسمه مس يعني يدي معنى تضليل ان انا لا اقود المكان الفلاني اوديه لمكان غلط فبقت مسليد اللي يضلل امال ايه مسليد ديت اللي هي الباست من الماضي منها مسليد مسلد مسليد زي برضو عندي مثلا ليد يقود او يؤدي الى الماضي منها ليد ليد في عندي بعد كده الاجكتيف الصفه اسمها ليدنج مضلل وخدنا الاوميشن اللي هو الحذف او الاغفال في البايس واوميت اللي هو يحذف او يغفل اوميتد اللي هو محذوف عندي بعد كده personally personally شايفين بعدها الكومة دي ده ببدا بيه الجمله اقول لك مثلا شخصيا اي ثينك اعتقد كذا او رايي كذا فممكن ابدا بيها الجمله بيرسونالي عندي بعد كده البليسمنت اللي هو وضع الشيء او شخص في مكان معين بليسمنت وفي سبين اللي هو التدليس من اجل خداع الغير او اللف والدوران او اي حاجه او يلف او يدور حول نفسه زي ما شرحناه قبل كده عندي بعد كده تو كونكلود او تو سامرايز او ان سامري كل دول معناهم في الختام أو لنلخص ما سبق لما تيجي تختم مثلا موضوع أو paragraph فقرة أو essay مقال بتكتب في الختام to conclude أو in summary عندي بعد كده whilst whilst اللي هي معناها بينما أو في حين عاملة زي اولزو برضو بتفيد التناقض يا جماعة عندي بعد كده الجدول اللي بعديه توك اتوك حديث أو خطبة affairs uh, شؤون أمور anxious anxious خلي بالكم نوت anxious غاضب قلق attitude attitude أو attitude اللي اتجاه فكري افيلابل متاح برين ستورم العصف الذهني ايه عصف الذهني ان انا اجمع كل الافكار والكلمات والحاجات اللي تخص مثلا موضوع معين بعمل كده عصف ذهني باخد كل الافكار بدون اي تعليق على اي حد اي فكره بقبل اسمها برين ستورم لما نيجي مثلا نكتب باراجراف بقول الطلبه اعملوا يا جماعه برين ستورم عصف ذهني كل اللي عنده اي فكره اي جمله اي حاجه تفيد في الموضوع من غير معلق من غير منتقد ده كل ده اسمه تجميع افكار برين ستورم عندي بعد كده سيرت مؤكد تشيك يفحص يتاكد يشيك على حاجه كونستانت مهمه ديت معناها دائم او مستمر كوبي او كوبي اللي هي حقوق النشر او حقوق الطبع والنشر كارنت او current كارنت او كارنت بوث رايت نوت ان معناها جاري حالي عمومي خلاص حاجه حاليا حتى في كارنتلي او كارنتلي اللي هي حاليا او في الوقت الحالي سايكل تيجي بمعنى دوره او يركب دراجه اي حاجه فيها دوران كده يعني ووتر uh, قصدي uh, معلش اديتور اديتور هو المحرر او صحفي محرر الصحفي او رئيس التحرير امباكت امباكت تاثير ليكتشر ليكتشر المحاضره او يلقي محاضره لايكلي محتمل خلي بالكوا غير لايك like. لايك like يحب لكن like لايكلي محتمل لاف برضه يحب بشده شويه لكن لافلي جميل يا ريت نكتب الملاحظات دي مانجينج اداري او مسيطر هي كلمه مانج manage يدير مانجر مدير في مانج تو يتمكن من يبقى يعني عندي مانج لوحدها كده يدير في عندي مانجر اللي هو المدير في عندي مانج لو جيت بعدها تو بقت معناها يتمكن من او ينجح في عامله كده زي سكسيد ان خلاص معناها برضو ايه ينجح في ده بالنسبه لكلمه ايه manage. عندي بعد كده بيرسويد بيرسويد يقنع خلاص في كلمه شبه persuade اسمها كونفينس كونفينس برضو معناها ايه يقنع ادي persuade اهي معناها يقنع الكلمة الثانية اسمها convince c o n بعد كده v i n c e معناها برضو ايه يقنع عندي بعد كده persuasive مقنع او اقناعي حتى في مقال كان ادرس اسمه persuasive essay مقال اقناعي بقنعك بوجهة نظري مثلا في المقال ده position موقع او مكان positive ايجابي خلاص عكسها طبعا negative سلبي بوست بوست بتيجي معنا منشور على وسائل التواصل او ينشر بوست برضو ريسينت حديث المقصود بيها حديث قلنا مش مودرن المقصود بيها حاجه حصلت منذ فتره قصيره او قريبه زي ريسنتلي مؤخرا او في الفتره الاخيره زي اللي اللي يعنى ريجولر منتظم ريستيت يعيد صياغه دي جت في امتحان 2022 ريستيت اللي يعيد صياغه حاجه ريفيو مقال نقدي خلاص سلايد سلايد شريحه عرض لما بتيجي مثلا تعرض كده باوربوينت تعرض صفحات مثلا معانا كل صفحه بتبقى في سلايد كده شريحه يعني snowstorm ليه عاصفه ثلجيه اسمها snowstorm social اجتماعي طب لو عايز اقول شخص اجتماعي بتيجي اكتر مع كلمه sociable sociable اللي هو ايه شخص اجتماعي اكتر يعني لكن social اي حاجه خاصه بالمجتمع وكده زي مثل آه مثلا social ميديا مثلا social justice العداله الاجتماعيه خلاص في social injustice اللي هو الظلم الاجتماعي خلاص دي كلها برضو حاجات لها علاقه بالسوشيال لكن sociable دي بتيجي مع اشخاص اكتر يعني جدا وما يم... ما ينفيش انها ممكن تيجي سوشيال برضه يعني. السوسايتي uh, المجتمع ستريست ستريست مضغوط مرهق سبورت دعم او يدعم اسمه تاني سبورت الداعم اسمه سبورتر سيرفي بحث او دراسه او استطلاع اسمها تاني سيرفي تووردز تووردز اللي هي نحو او تجاه اسمها تووردز الجدول بعد كده عندي ميديا بايس انحياز اعلامي او تحيز اعلامي ميديا كورس دوره اعلاميه موستلي غالبا او في اغلب الاحيان نيجاتيف سلبي قلناها objective حيادي أو موضوعي خلي بالكم الكلمة دي اللي هي objective لها معنى تاني هدف خلاص هدف اللي هو ايه objective. هدف من الاهداف بص كده على النون بتاعها something that you plan to do حاجة حضرتك بتخطط انك to do تعملها أو achieve أو تحققها فده معاني كلمة objective يا ريت نزود المعنى دوت بتيجي بمعنى هدف من الاهداف زي goal كده opinion رأي percent بالمية عايز اقول مثلا 20% تراديشنال تقليدي تراست يثق في او الثقه نفسها تراست ابديت ابديت تحديث او يحدث اب تو ديت اللي هي حديث حاجه بقى متحدثه جديده عصريه متطوره اسمها اب تو ديت دي ادجكتيف صفه لكن اللي فوق ده ابديت ده الناون وبتيجي كفيرب كمان من معنى يحدث يعني مثلا اقول لك اعمل ابديت للانتي فايروس ابديت للويندوز دوت وهكذا عندي كلمة اللي جاية دي مهمة جدا 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 اسمها violate, violate ينتهك فايوليشن للانتهاك انتهاك مثلا الخصوصية انتهاك حقوق الطبع والنشر وهكذا ورد ورد قلق افويد Avoid يتجنب افويد Avoid على فكرة ممكن يجي بعدها ing او noun لما اقول لك مثلا افويد shopping on Fridays تجنب مثلا التسوق يوم الجمعة ممكن اقول لك افويد سوبر ماركت. اجيب النون على طول افويد بيجي بعدها ing او noun لو شلت الإي وقلت void بس في كلمة اسمها void of خالي من برضه اسمها void of لكن كلمة avoid يا جماعة تيجي بمعنى يتجنب وبيجي بعدها verb plus ing أو noun أو اسم خلاص الكلمة اللي بعد كده عندي close يغلق control يتحكم فيه أو التحكم نفسه برضه اسمه control differently بشكل مختلف factory المصنع جايد بوك دليل كتاب كده أو إرشادي يعني كتاب إرشادي اسمه جايد بوك imagine يتخيل impression انطباع تاني اسمها امبريشن الدبل اس اي ان نوت اوكشن مانجر قلنا المدير ميوزيوم بولوشن بولوشن هو التلوث خلاص طب لو عايز اقول الحاجه دي ملوثه بولوشن التلوث لو عايز اقول الحاجه دي ملوثه اسمها بولوتد معناها ملوث طب يلوث اسمها بولوت ده الفعل نفسه معناها يلوث يبقى بولوشن بولوتد بولوت يلوث عندي بعد كده بريزنت uh, هديه وبتيجي بمعنى المضارع خلي بالكم لو قلت ان هي معناها يقدم او يعرض بقت اسمها بريزنت هغير الاستريس بتاع الكلمه اسمعوا كده الصوت بسرعه عند ايه بريزنت بريزنت لو جاب بمعنى هديه او لو جاب بمعنى الحالي برضه بريزنت طب لو جاب بمعنى يقدم بريزنت شايفين الصوت اختلف ازاي بريزنت بقت بريزنت عند بعد كده ريكومند ريكومند اللي هي يوصي بي اسمها تاني ريكومند لو جه بعدها فعل مباشره يا جماعه بيجي اي ان جي على طول يعني ريكومند ممكن يجي بعدها verb plus ing أو القاعدة التانية that ثم subject فاعل ثم فعل في المصدر ودي هنشرحها يعني إن شاء الله لاحقا إن شاء الله يبقى recommend دي بيجي بعدها ing أو that و subject فاعل ثم فعل فين في المصدر وليها حاجات تانية كثيرة برضو يا طول شرحها spade اللي هو الجروف staff طاقم العمل اسمه staff أو staff عندي بعد كده topic اللي هو موضوع عندي الكلمات بتاعت الورك بوك باص لين ممر الحافلات عارفين لما تكون مثلا في حاره كده في الطريق مثلا للاتوبيسات للعجل كلمه لين دي ليه الحاره او الممر يعني لونج تيرم بلان خطه طويله المدى طبعا عكس لونج تيرم شورت تيرم قلنا accurate دقيق شرحناها اتراكت يجذب طب لو عايز اقول جذب اتراكشن خلاص عندي بعد كده كار هاير كومباني شركه تاجير سيارات سيتي سنتر الكتريك باسز اتوبيسات شغاله بالكهرباء nevertheless الكلمة دي مهمة جدا معناها وبالرغم من ذلك اسمها تاني nevertheless nevertheless أيه؟ nevertheless هي معناها بالرغم مما قيل أو تم الإشارة عليه مثلا I knew a lot about the subject already أنا عارف بالفعل شوية حاجات عن الموضوع دوت but her talk الكلمة بتاعتها أو كلامها was interesting nevertheless يعني بالرغم من كده فعلا كانت كلامها في تشويق رغم أن أنا عارف الموضوع يعني فكلمة nevertheless تيجي بمعنى بالرغم من بالرغم ما قد تم قوله أو تم الإشارة إليه. عندي بعد كده أوبتين يحصل على عاملة زي بالظبط زي جيت يا جماعة. أوبتين زي جيت معناها برضه يحصل على بولوشن إنها تلوث بروجكت أو بروجكت مشروع بابليك ترانسبورت المواصلات العامة راذر ذان بدلا من أو وليس لما أقول مثلا مثال أهو بسرعة راذر ذان عندي مثلا I think I'd like to stay at home يعني بيقول لك أود أو أعتقد إن أنا عايز أقعد في البيت this evening هذا المساء rather than go out بدلا من ان ايه اخرج مش اني اخرج يعني ده معنى كلمه rather than يبقى rather than تيجي instead of يعني ايه instead of بدلا من rather than زي instead of معناها بدلا من عندي بعد كده اخر كلمتين تقريبا reduce يقلل عامله يا جماعه زي كلمه decrease برده في كلمه اسمها reduce اهي زي decrease برده معناها يقلل في كلمة تانية معناها يزود اللي هي اسمها اسمها Increase تيجي increase بمعنى يزود عندي بعد كده ريجولارلي بانتظام ريبورت اللي هي الايه التقرير طبعا النوتس ديت الكلوكيشنز والكلام ده كله زي ما كالمعتاد بنقول لي يا جماعة لازم نقرأه الله يكرمكم ولو شافه بصوت عالي عشان نركز تعرف يعني ايه الفرق بين الكلمات ديت اوميشن يعني ايه آه, يعني كلمة بايس مثلا عبارة عن رأي about whether a person group or idea is good or bad يعني مثلا رأي عن شخص إذا كان كويس أو سيء بيأثر مثلا على إنك إزاي تتعامل معاه خلاص ده اسمه التحيز أو الانحياز أو تأييد اتجاه معين الحاجات دي كلها بنعرفها منين من النوتس ديت زي ما قرأنا كده في البنود دي نشوفكم على خير التسجيل القادم والسلام عليكم